خلينا نتكلم عن مبادرتين كمان من أهم المبادرات اللي موجودة السنة دي في المعرض، وهي الملكية الفكرية والترجمة عن اللغة العربية. والحقيقة اسمح لي أني أبدي لحضرتك إعجابي بالمبادرتين، وطبعا كنت مبهورة بالترجمة عن اللغة العربية. الملكية الفكرية والترجمة عن اللغة العربية من جديد المعرض. جديد المعرض مؤتمر، بدأ المعرض بمؤتمر عن الملكية الفكرية، شعاره حماية الإبداع في الجمهورية الجديدة. بالتأكيد الجمهورية الجديدة اللي احنا بنستقبلها كلها لها مجموعة من القيم الخالدة، بترتكز على قيم مصر الخالدة، وكان لابد للملكية الفكرية كيف نعمل على أن نصون إبداعنا، أن نعزز إبداعنا، أن نحميه من أجل أن نستثمره وأن نقدمه للأجيال القادمة وأن نحافظ عليه للأجيال القادمة طبعًا. وده بيتماس مع رؤية مصر 2030 من ناحية، والناحية أخرى مع الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقت برعاية السيد رئيس الجمهورية. وكان لابد لمعرض القرار الدولي للكتاب أيضا أن يعلن أنه لابد أن نفكر وأن نطرح الرؤى من أجل حماية الإبداع وحماية صناعة النشر. من ناحية ثانية هناك مؤتمر عن الترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى، عنوانه جسر الحضارة، يناقش فيه المتخصصون في الترجمة من مصر ومن خارج مصر الترجمة، وكيف ننقل الإبداع والأدب المصري والعربي إلى الخارج. هذا ضمن البرنامج المهني، وهذا البرنامج يتم بالشراكة مع دور نشر خاصة مع اتحادات الناشرين، ولذلك هنا ساحة تضم الجميع. نحن نتحدث عن برنامج مهني، عن برامج ثقافية، عن كل، أعود وأقول هذه منصة احترافية لصناعة النشر في معرض الكتاب.